من أكثر المسلسلات اللي حبوها الناس ضمن ساعد كوميديا خلال شهر رمضان المبارك السنة الماضية على رؤية هو مسلسل جلطة. لهيك نحن اليوم موجودين بالكواليس لحتى ناخدكم بجولة ونشوف أجواء التصوير. أحمد، حكي لنا شو الاختلاف بين جلطة واحد وجلطة اثنين؟ في اختلافات كتير. أول إشي على مستوى الكتابة، جلطة اثنين متصل، جلطة واحد كان منفصل، يعني كل سكتش خلص مفصول عن الثاني، حتى الشخصيات كل مرة كانت ست أمل وأستاذ زهير يعني يلعبوا شخصية شكل. فواحد لا متصل، هي هالعيلة الوحدة عم نلحقها من حلقة واحد لثلاثين بحبكة ثابتة. هاي من ناحية الكتابة. من ناحية البصرية جلطة اثنين برضو مختلف تماما. كتير ركزنا أنه جلطة اثنين كل أحداثه عم بتصير بموقع واحد، فعملنا هالموقع بصريا نوعا ما مع مصممة الديكور ياسمين انه يكون بصريا جدا جميل حتى لو ما له علاقة بالطابع الأردني، فحتلاقوا بصريا في اختلاف كتير كبير. وفي كمان الشخصيات تغيروا، يعني مش نفس الممثلين تبعون جلطة واحد صاروا باثنين. ركزنا باثنين انه العيلة تكون يعني طب مستواها الاجتماعي بالوسط، يعني لا هي يعني الطبقة التحت ولا الطبقة العالية، كتير وسط عشان كل حدا يقدر يندمج لها. أحمد، طيب شو سبب انضمامك لهذا الجزء من مسلسل جلطة؟ لسبب أنه أول إشي العيلة كتير relatable، يعني إحنا لما نحضرها حنلاقي جزء فيها فينا بشخصية أو بأخرى، فهذا الإشي حيخلي كتير مشاهداته عالية. يعني إن شاء الله أنا متفائل جداً أنه مشاهداته تكون عالية، فحاسه أنه لا إشي حيضيف لي، يعني أني أفوت في مسلسل يلاقي رواج من المجتمع الأردني كامل. ست أمل الدباس الفنانة الرائعة، كيفك؟ حبيبتي حبيبتي كلكم ذوق. بحكي لنا عن دور أم فؤاد بجلطة اثنين، شو اختلف عن جلطة واحد؟ هو ما اختلف بطريق يعني بالمواضيع اللي بتنطرح، ولكن اختلف الشكل. حاولنا نعملها شخصية واحدة مستمرة، يعني قربنا على أو فكرنا بأنه يكون العمل زي ستكم بشخصيات واضحة مستمرة، متصل منفصل، كل شخوص العمل إلها قضاياها المستمرة طول العمل، بيطرق بعض القضايا الجانبية اللي بتطرق على المسلسل. طبعا هلا صرنا مع قامه من قامات التمثيل بالاردن وبالعالم العربي، الاستاذ زهير النوباني. كيفك؟ فيك يسعدك، كيفك انت؟ الحمد لله. استاذ زهير، معكم كثير طاقات شبابيه بهذا الجزء من جلطه، ايش رسالتك لهم وكيف شايف طاقاتهم بالعمل بهذا الجزء؟ يعني بهذا الجزء غير زي، انا مؤمن انه في عندنا كثير مواهب هامه في البلد في الاردن، يعني سواء المعروفه او غير معروفه، إنما هم بحاجة لمنصات للعمل، يعني أعمال، يعني لا نستطيع أن نقدم هذه الطاقات الشابة إذا ما كان في عنا أعمال درامية كثيفة ومتنوعة. تلقائيين جميلين، مواهب حلوة ومحبوبة ومقبولة للجمهور. أعتقد أنه هذا اللي نسميه التلاقح أو التعاون، أعتقد هذا راح يغني التجربة. تجربتنا إحنا بنتعلم منهم، وهم ممكن يتعلموا منا، وبنتأمل إنه يعني هذا التزاوج بين الأجيال إنه يؤدي لمتعة عند المشاهدين إن شاء الله. كيفك شريف؟ يا مرحب، كيف حالك؟ بداية نحكي لنا عن اللوك اللي عامل. اللوك ستي، والمفروض هسه اللي بشوف بقول مسلسل بدوي، بس هو مش مسلسل بدوي ولا إشي. إحنا في مكان في محافظة جرش، درجة الحرارة 4، وأنا كثير بردان ومتجمد. طيب شريف، حكي لنا عن دورك بهالجزء من مسلسل جلطة. هلا أنا يا ستي بعمل دور فؤاد الابن البكر لست أمل الدباس والأستاذ زهير النوباني. بمثل فئة من المجتمع اللي هم تخرجوا أو مش تخرجوا، بس يعني مش بس حملت الشهادات الجامعية، بل اللي بدوروا على شغل، العاطلين عن العمل. حتى لقبي بالمسلسل العواطلي، فهاي الفئة كتير مهمة بالمجتمع، قديش عانت وقديش تعبت وقديش بتعاني وقديش بتتعب أصلا بشكل عام. يعني في إطار كوميدي سلس هيك، في إطار فيه نوع من الوجع شوي داخلي، لأنه بتصير معه مواقف جدا كثيرة، بروح بفكر يهاجر بتزبطش معه، فكر يدور على شغل برضه ما بتزبط معه.
زي ما شايفين أجواء جدا رائعة وأكثر من حلوة موجودة بكواليس تصوير جلطة اثنين. يعني عن جد فريق العمل بحسسنا بأنه هن عيلة حتى خارج المسلسل. نحن كتير متحمسين لحتى نشوف النتيجة النهائية ضمن ساعد كوميديا برمضان 2019 على رؤية. ومن هذا المكان اللي كتير حلو نحن نختم هذا التقرير، مع أنه كتير برد لدرجة أنه أنا سرقت جاكيت شريف لحتى أتدفى، بس برضه كل هذا عشان نشوف الكواليس الرائعة معكم. سلام.